السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا دكاترة، عاملين ايه؟ هنكمل بقى المحاضرة بتاعة الليمفاتيك سيستم. هي مفيش غير محاضرة واحدة بس اناتومي، فاللي هي الليمفاتيك سيستم بس، دي في مديول IBL. دكتورة شرحت لكم الجزء بتاع الليمفاتيك اورجنز في الليمفاتيك سيستم يعني وكده، وعرفتوا السبلين وطبعا شكل السبلين ووظيفة السبلين الحاجات دي كلها، وكمان برضو الليمف نود والسايموس جراند ومعظم الحاجات دي يعني. دلوقتي بقى احنا هندخل في تاني كاتيجوري او تاني تايتل، يعني هو الايه، الليمفاتيك فيسلز. طبعا احنا عارفين ان الليمف هو زي البلاد كده، هو فلويد زي البلاد، فبالتالي هو مش بيكون عايم كده، لا، واكيد ليه فيسلز بتشيله، زي ما البلاد لها بلاد فيسلز بتشيلها، فكمان الليمف ليه ليمفاتيك فيسلز بتشيله. احنا دلوقتي هندرس اصلا شكل الليمفاتيك فيسلز عامل ازاي، طب بتجيبه منين، رايح فين، والليمف نفسه اصلا بيتكون ازاي. اول حاجه ناخدها هي ان الليمفاتيك فيسلز بتبدا بالليمفاتيك كابيلاريز، ده وشيء منطقي جدا لان احنا درسنا برضو في البلاد فيسلز ان البلاد فيسلز برضو بتبدا بايه، ببلاد كابيلاريز، فدي برضو بتبدا بالليمفاتيك كابيلاريز which feed into larger and larger lymphatic vessels. على فكره الليمفاتيك فيسلز هي اقرب للفينز مش الارتريز، اقرب للفينز لان هما بياخدوا يعني، هما الارتري بيودي دم لكن الفين هو اللي بياخد الدم، فده برضو الليمف برضو هو بياخد الايه، الانترستيشال فلويد، فهو اقرب للفين، فاحنا لما نقارن بينهم هنقارن ما بين الفينز، الفين والليمفاتيك فيسلز مش الايه، مش الارتري. طيب فبقول لك ان هو بتبدا بكابيلاريز عادي جدا زي ما الفين برضو بيبدا بفينس كابيلاريز، بتفيد انتو لارجر يعني ايه، بتبدا بقى تكبر لحد ما توصل لاكبر للليمفاتيك فيسلز للليمفاتيك فيسلز اكبر، وبعد كده خلاص بقى ايه، بتوديها في بلاد ستريم يعني تقعد تكبر يعني البلاد فيسلز تكبر يعني صغيره مثلا، وبعد كده تكبر، قصدي بلاد كاب إيه اسمي دي، لا لينف فيسلز اكبر، وبعد كده لينف فيسلز كبيره قوي، وبعد كده داكتس، وبعد كده ايه، توم جايت مودي اللينف دي في البلاد ستريم عادي جدا زيه ايه، في الدم. وده طبعا بي ايه، سيريس من الداكتس يعني، عبر من داكتس كذا داكت ورا بعضها كده، في الاخر بتودي لي ايه، اللينف يعني مهمتها كلها انها تودي اللينف في البلاد وخلاص. طيب along the way the lymph travels through the lymph nodes، دي شيء منطقي جدا برضو، احنا دايما بنشوف ان الليمف نودز عماله بتاخد بيجي لها افرنت كتير جدا ويطلع منها افرنت واحد، فطبيعي بتاخد يعني كل البلاد فيسلز او كل قصدي الليمفاتيك فيسلز كلها لازم تعدي على الليمف نود. ليه كمان؟ عشان اصلا وظيفه الليمف نود نفسها انها بتعمل زي انفلتريشن للليمف طبعا من الباثوجينز ومن البكتيريا والحاجات دي، فطبيعي لازم تعدي بالليمف نودز. الليمف فيسلز بقى بي ورك وذ ذا فين علشان خاطر تودي الفلويد فروم ذا تيشوز. ليه بقى؟ لان الحقيقه او الليمف اصلا بيتكون من ايه، احنا عندنا حاجه اسمها الانترستيشال فلويد، صح؟ الانترستيشال فلويد ده المفروض هو يعني المفروض بيكون ما بين الخلايا كده. الفينز بقى المفروض ان مثلا ان الارتريز بتنتهي عند السيلز كده، او عند بقى يعني السيلز كده، وبعد كده تبدا بقى ايه، الفينز تبدا تجمع الحاجات دي تاني يعني، تبدا الارتريز جابه تبدا هي تجمعه، ولكن طبعا ايه بيبقى بنسميها ويست برودكتس يعني، مثلا بتجمع السي او 2، بتجمع البلاد بس دي اوكسجينيتد بقى خلاص يعني، انا استخدمته الاكسجين اللي عليه والحاجات دي كلها، فدي بتجمعه، فتاخد شويه من الانترستيشال فلويد. بواقي الانترستيشال فلويد بقى يعني اللي جالي من الارتري، بواقي الانترستيشال فلويد اللي الفينز ما قدرش يشيله، الليمف فيسل هو اللي بيشيله، فعشان كده بسميه هو بواقي الانترستيشال فلويد. فعشان كده بيقول لك ان هو يعني الليمف فيسلز والفينز هما الاثنين بيساعدوا ان هما يرجعوا الفلويد تاني للتشو، من التشو ان هما يرجعوا ريتيرن الفلويد تاني فروم ذا تيشوز يوديها للبلد، صح؟ ما هو طب مين اللي جايبها؟ الارتري، يبقى مين اللي هيودي؟ الفين والايه؟ والليمف فيسلز. طيب بتبدا بقى ايه، بتبدا بكابيلاريز، بتبدا بكابيلاريز، وبعد كده ايه، الليمفاتيك فيسلز اكبر فاكبر، بعد كده ايه، بتعدي طبعا على الليمف نودز، وبعد كده تقوم جاي تحط في الدكتس كده، او بيصير اسمها الدكتس، دكت ودكت ودكت ورا بعضها لحد ما نوصل طبعا للبلاد ستريم. طيب بقول لك ان بيثورم وايد مش بلكسس، يعني بلكسس كده كلها داخله ببعضها، وده احنا عارفين ليه، عشان خاطر يعني نحقق اكبر قدر ممكن من الانفلتريشن، من الفلتريشن لل سوري هي فلتريشن مش انفلتريشن، هي فلتريشن ان انا بعمل فلتره للليمف عشان خاطر ايه، احمي الجسم من الباثوجينز، واحمي الجسم طبعا من البكتيريا والحاجات دي. ف بلكسس ان ذا اكسترا سيلولار ماتريكس اوف موست تيشو، يعني هي عباره عن ايه، عباره عن مش دوبلكس بلكسس كده كلهم داخلين في بعض كده عشان خاطر ايه، احقق اكبر قدر ممكن من الفلتريشن. زي بيكون از ادايليتد بلايند اندد، ما هي طبيعي بلايند اندد عشان تاخد ايه، عشان تاخد انترستيشال فلويد يعني، ما بيكونش ما بتنتهيش مثلا بانستموزس مع حاجه، لا هي بلايند اندد كده لانها بتاخد بواقي الايه، الفينز ما قدرتش تشيلها، انما الفينز لا، الفينز مش بلايند اندد لانها بتبقى ماسكه في الكابيلاريز مع الارتريز، فبالتالي بتبقى عامله زي بلكسس كده، او عامله قصدي انستاموز، لكن هنا الليمفاتيك لا مش عامله انستاموز،
على طول بتاخد بالبوعي بلايند ان ذا تيوبس ويز لارجر دايمتر عن ما هي في البلاد كابيلاريز. طبعا عشان تاخد البوعي فعشان خاطر مثلا الباقي مثلا يكون كتير او اي حاجه فبتكون اوسع من الايه من البلاد كابيلاريز سواء كانت فينيولز او ايه او ارتريز. They are located interlaced among the arterioles والفينيولز زي ما انتم شايفين اصلا. عندي هنا الارتريولز اهو وعندي هنا الفينيول اهو فهما بيكون ما بينهم بالظبط. يعني هي الليمفاتيك فيسلز دي بتكون ما بين الارتريولز والفينيولز طبعا اللي بتبقى اوف ذا سيركيوليتنج سيستم علشان خاطر الانترستيشال فلويد بينتر الليمفاتيك سيستم عشان يتحول للليمف فلويد. يبقى انا قلت لكم ايه هو الليمف فلويد، هو عباره عن بواقي الانترستيشال فلويد اللي الفينز ما قدرش ان هو ايه ياخده او بواقي بعد ما اخذ الفلويد بتاعه. ان ذا سمول انتستين، في السمول انتستين بقى الليمفاتيك كابيلاريز بسميها لاكتيلز. يبقى دي حته مهمه قوي ان السمول انتستين المفروض هو يعني هو كده كده يعني استيل اسمها الليمفاتيك كابيلاريز وستيل بتعمل نفس الوظيفه وستيل كل حاجه، لكن في السمول انتستين بالذات بسميها لاكتيلز. طب ليه السبب ده؟ وده طبعا بسبب الايه، بسبب الكونسنتريشن بتاعت الفاتي اسيدز او الليبيدز الموجوده طبعا في اللاكتيلز ده، ولانها بتشيل طبعا ايه بتشيل بتساعد يعني المايكرو اللي هو الكايرون او ليه دور مهم جدا في انه يعمل ابزوربشن للفات يعني. بس ان شاء الله هتاخدوها في الجي اي تي، هي جزئيه برضو مهمه جدا. التيشوز ذات دنسلي باكت وذ الليمفاتيك كابيلاريز، يعني الاماكن او اكتر التيشوز اللي المفروض يكون فيها الليمفاتيك كابيلاريز كتيره. ليه؟ او المفروض ان الاكتر اماكن بتكون فيها كابيلاريز الليمفاتيك كابيلاريز كتيره او بيكون فيها الليمف نودز كتيره المفروض هي الاماكن اللي بتكون مفتوحه. يعني ايه مفتوحه؟ يعني بمعنى اصح بيكون سهل او تعتبر انترنس للبكتيريا، مكان دخول بكتيريا، مكان دخول باثوجينز، مكان دخول فيروس، اي حاجه، فلازم ازود المناعه فيها علشان خاطر ما يكونش سهل ان البكتيريا تدخل. طب ده ازاي؟ اول حاجه عندي طبعا الميوكاس ميمبرينز، يعني مثلا ايه في الاورال او في الجي اي تي كله، من اول الاورال من اول الاورال كافيتي لحد الانس من تحت، كل او على حتى طول الطريق كله بيكون مليانه ايه لينف نودز. فالجي اي تي سيستم كله برضه معاهم اللنج، ما اللنج برضه تعتبر زيها فتحه زيها. يبقى انا عندي اللنج والجت والجي اي تي والديرمس كمان اللي هو الايه اللي هو السكن، لانه ده يعتبر مكان دخول. ما هو لو افرض حصل جرح، افرض حصل ما اعرفش ايه، فده مكان دخول برضه. وكمان ال 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 اليوروجينيتال تراكت، اليوروجينيتال تراكت اللي هو اليورينري سيستم والايه الجينيتال سيستم طبعا، سواء كان من اليوريثرا بقى او الفاجينا في الفيميل او اليوريثرا بس في الايه في الميل، فدول كلهم اماكن دخول. فعشان كده الاماكن دي لازم او بيكون فيها يعني نسبه اكبر او دنسلي باكت بالايه بالليمفاتيك كابيلاريز. التيشوز ذات هافنت ليمفاتيك كابيلاريز، يعني التيشو اصلا ما فيهاش ليمفاتيك كابيلاريز لان صعب اصلا يوصل لها الحاجات دي، حاجه زي السي ان اس، وده طبعا لان صعب اصلا على اي باثوجينز انه يعدي البلاد بلين بارير. فدي حته مهمه ان ستين اس المفروض ما فيهوش ليمفاتيك كابيلاريز. برضو البون مارو ما فيهوش ليمفاتيك كابيلاريز اصل، معلش يعني ده مكان تصنيع الليمفاتيك الليمف اصلا او مكان تصنيع الوايت بلاد سيلز، فانا هحط فيه ليمفاتيك كابيلاريز ليه يعني؟ مش ما اعتقدش انه مش منطقي يعني. والتيث انه زي يعتبر بون برضو، يعتبر زي البون مارو. ده ابيديرمس ذات سكن، اكيد الابيديرمس هو تحت شويه بس انا مش عارف الصراحه ليه ما فيش، لكن هو بيقول لك ما فيش وخلاص فاهم. والكورنيا اوف ذا اي، فدي الاماكن دي ما بيكونش فيها اصلا ليمفاتيك كابيلاريز. ماشي الكورنيا اوف ذا اي، هل انت مثلا بتشوف فيه الليمفاتيك كابيلاريز؟ اكيد لا يعني، فمش بشوف ايه في الليمفاتيك كابيلاريز ولا في الاي ولا في البون مارو ولا في التيس ولا في السي ان اس، حتى كمان في الابيديرمس بتاع السكن. طيب نيجي نشوف بقى ايه شكل الليمفاتيك كابيلاريز او الليمفاتيك كابيلاريز دي. بيقول لك ان هي كونفيرج اند جوين تو فورم سمول ليمفاتيك فيسلز، زي ما احنا قلنا ايه قسمناها الاول ان هي عباره عن ليمفاتيك كابيلاريز يعني بتكون صغيره جدا، بعد كده الليمفاتيك كابيلاريز تتحد مع بعضها وتبدا تكبر تعمل لي سمولر ليمفاتيك فيسلز، وبعد كده السمولر ليمفاتيك فيسلز تتحد مع بعضها هي كمان عشان تعمل لي لارجر ليمفاتيك فيسلز. الليمفاتيك فيسلز بقى خلاص كبرت قوي فبتكون شبه الفينز. يعني شبه الفينز يعني بتكون فيها مثلا ايه فالفز مثلا، وبتكون in their three tonic structure and their presence of a valve. يعني ايه بيكون نفس الشكل الثلاثي بتاعها، يعني تحسهم هم شكل بعض بالظبط. الفينز زي الايه زي الليمفاتيك او الليمفاتيك فيسلز او اللارجر الليمفاتيك فيسلز. طب ده ليه؟ طبعا لان الاثنين ما فيهمش ماسلز كتيره، ما فيهمش ماسلز زي الارتي زي الارتي مثلا او الارتيول عشان خاطر ايه يقعد يضخ مثلا او كده، لا هو عباره عن 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 فالفز يبدا ايه الليمف يطلع فيها وما ينزلش، يطلع وما ينزلش، فالفز عاديه كده. فهو شبه بعض بالظبط في الشكل وفي الاستراكشر يعني. بقول لك ان هي باول حاجه الليمفاتيك كابيلاريز تبدا تتعدى مع بعضها تعمل سمولر ليمفاتيك فيسلز
فيسلز السمول لمفاتيك فيسلز تحت مع بعضها فتعملي لارج لمفاتيك فيسلز، وهي اللارج لمفاتيك فيسلز دي بتكون شبه الايه الفين طبعا في يعني في الاستراكشر بتاعها وكمان في وجود الفالفز. بقول لك ذيس وان واي فالف يعني ايه وان، قلت لكم ان هي رايحه في اتجاه واحد اللي ناحيه البلد ستريم ما بترجعش، يعني هي رايحه في اتجاه واحد ما بترجعش. ار لوكيتد كلوز تو وان انذر يعني ورا بعضهم خالص عشان خاطر ايه ما ينزلوش او خاطر ما يحصلش ستيزس، لا يطلع على طول مره واحده وينزل، يطلع على طول مره واحده وينزل، يعني ايه ما بينزلش، يعني اقصد الفالف هو اللي ينزل، فما ما يعديش الفالف يخليه ينزل، ما يعديش الليمف يخليه ينزل في التشو. And each one causes a bulge. بالضبط كده، ان كل فالف كده بعد يعني بعد يعني ما بين كل فالف والتاني بتحس ان في بلجنج كده، طبعا ده المكان اللي بيتجمع فيه الفيسل ما بين الفالفين، يعني زي ما انتم شايفين هنا اهو اهو ما بين الفالف هنا وبين الفالف هنا بيكون في حته كده ايه بلجنج كده في الايه في الليمفاتيك فيسلز. فتعملي حاجه اسمها ايه البيدد ابييرنس، يعني ايه بيدد ابييرنس يعني اللي هو شكل السبحه طبيعي، يعني كل شويه مثلا ما بين كل فالف وفالف في حته منفوخه حته منفوخه حته منفوخه، فطبعا ده على طول الليمفاتيك فيسلز وحتى الليمف نودز كمان، فده تعملي حاجه اسمها الايه البيدد ابييرنس. الليمفاتيك فيسلز دريفر الليمف طبيعي يعني دليفر الليمف اسمها الليمفاتيك فيسلز، يبقى كده تشيل الليمف لكن بتودي للليمف نودز، وده قلنا ليه عشان تعمل فلتريشن طبعا ليه من اي ايه من اي باثوجينز ومن اي بكتيريا والحاجات دي كلها. السوبرفيشال الليمفاتيك فيسل ذا درين ذا سبميك السوبرفيشال الليمفاتيك فيسلز that drain the subcutaneous tissue and the skin. يعني معنى superficial lymphatic vessels يعني مثلا هقول لك مثلا deep lymphatic vessels و superficial lymphatic vessels، فتفهم ان superficial lymphatic vessels معناها للسكن لان superficial فهياخد السكن و subcutaneous tissue، يعني ايه related للسكن والايه والتحت السكن. Superficial and deep lymphatic vessels eventually merge to form larger lymphatic vessels. احنا دلوقتي بنجيبها من البريفيرال بنجيبها من السوبرفيشال جايبينها من الاخر خالص، ونشوف اول حاجه السوبرفيشال والديب lymphatic vessels eventually بتميرج عشان تكون لي larger lymphatic vessels، يبقى اول حاجه اكون ايه اول حاجه smaller lymphatic vessels ثم larger lymphatic vessels اللي انا بسميها ايه لحد ما توصل لي حاجه بسميها بي lymphatic trunks. lymphatic trunks دي بعد كده بتدرين into lymphatic ducts او lymphatic duct، هي lymphatic في lymphatic duct واحده بس اللي هي thoracic lymphatic duct باين او two lymphatic duct، لا هي one lymphatic duct. فالمهم ان هي بتبدا يعني بتبدا بايه بفيسلز او lymphatic vessels وبعد كده بتكمل معانا للarger lymphatic vessels وبعد كده ايه lymphatic trunks. بعد كده lymphatic trunks دي برده بتتحد مع بعضها تكون لي lymphatic duct، ودي اكبر حاجه عندنا هي thoracic lymphatic duct، وده هناخدها ان شاء الله. عندنا two lymphatic ducts تون لمفاتيك داكت رايت لمفاتيك داكت و ثراسيك لمفاتيك داكت. طيب هناخدهم ان شاء الله بالتفصيل. بقول لك ايه ان ذا ابر رايت كوادرنت اوف ذا بادي الابر رايت كوادرنت كوادرنت انت يعني انا هقسم مثلا البادي عندي لاربع يعني اربع تربع كده، ان الربع اللي فوق ماشي الربع اللي فوق على اليمين ابر رايت كوادرنت ده بياخد طبعا ايه في الرايت لمفاتيك داكت، وده شيء منطقي لان الرايت فهاخد من رايت لمفاتيك داكت، لان الثراسيك داكت المفروض بتمشي ناحيه الشمال شويه، فهتاخد الليفت ومش الليفت بس ده هتاخد باقي الجسم، يعني هتاخد بقيه كل يعني الثلاث ارباع الباقيين، يبقى الربع اللي هو الربع اللي فوق على اليمين هيدي او هيدرين في الرايت لمفاتيك داكت، بينما الباقي او البورشن الباقي من البادي هيدرين في لارجر ايه؟ في لارجر ثراسيك داكت. طيب ايه هو المربع ده بيدرين منين او بيجيب منين بيجيب منين؟ اول حاجه الرايت هاف بتاع الهيد والنك، ده شيء طبيعي الرايت هاب بتاع الهيد والنك هياخد الشولدر، وهناخد برضو الرايت تشست، هناخد الشست بس ناحيه الرايت الرايت سايد بتاع الشست، وكمان الابر يعني الابر بارت كمان مش الشست كله، وكمان ايه ال الابر ليمب، وده شيء طبيعي لان انا قلت لك هياخد الكوادرنت اللي على اليمين الربع اللي فوق على اليمين، فاي حاجه في الجزء ده كله هيدرين يعني ايه يعني الهاف الرايت سايد بتاع الهيد والنك الرايت سايد بتاع الشست الرايت سايد بتاع الابر ليمب. طيب ده كله هيحط في الرايت لمفاتيك داكت، بقيه الجسم كله هيروح يحط في الثراسيك داكت. طيب الليمف بقى بيريتيرن للسيستميك فينا سيركيليشن اي بيروح للدم تاني عن طريق حاجتين اثنين، يا اما يروح للرايت لمفاتيك داكت او الثراسيك داكت، وده قلت لكم ان هو ايه اول حاجه بنبدا بكابيلاريز، الكابيلاريز بتعمل لي لمفاتيك فيسلز سواء كانت سوبرفيشال او دي، السوبرفيشال او دي بيعملوا لي بعد كده ترانكس، الترانكس تتحد مع بعضها برده تكون لي داكتس، عندي كام داكت؟ عندي 2 داكتس. الثراسيك داكت ودي بتاخد بقيه الجسم لان اللي بياخد ايه الابر رايت كوادرنت مين هو الرايت لمفاتيك ترانك او اقصد الرايت لمفاتيك داكت معلش.
نبدا بقى ناخد في الرايت لمفاتك دكت. الاول الرايت لمفاتك دكت هي بتكون طبعا في الرايت سايد بتاع الروت اوف ذا نيك، يعني هي بتبقى موجوده عند الرايت سايد بتاع الروت اوف ذا نيك، يعني نهايه النك على طول كده او نهايه النك وعند دخول التشست بتظهر بقى ايه، او بتبقى موجوده الرايت لمفاتك دكت بتبقى موجوده يمين ولا شمال؟ اكيد يمين رايت، لان هي بتدرن ايه الكوادرنت اللي احنا قلنا دي عليه دي. طب بتفتح فين؟ بتفتح ما بين تو فيسلز مهمين جدا، ما بين الرايت سب كليفين، والرايت سب كليفين ده اللي هو بيكمل بعد كده باكسلاري ويدخل الابر لمب، والرايت انترنال جاجولار ده اللي هو بيطلع فوق الهيد والنك. يبقى ده منطقي برضو. ليه؟ لان هو برضو بيجيب من الهيد والنك وبيجيب من الابر لمب والتشست، فطبيعي هيكون موجود ما بين التو فيسلز دول اللي هيدرينوا برضو من الابر لمب والهيد والنك. يبقى من عند دلوقتي احنا رايت ورايت كله رايت، يا اما رايت سب كليفين يا رايت انترنال جاجولار فينس. طيب بتريسيف ذا فولوينج 3A مين لمفاتك ترانكس، الترانك اللي جاي لها من الجاجولار لمفا ترانك ده اللي هيجيب لها من الهيد والنك، صح ولا لا؟ يبقى رايت جاجولار لمفا ترانك، والرايت سب كليفيان لمفا ترانك ده شيء طبيعي ان ده جايب لها من الابر لمب، وكمان التشست ما هي قلنا برده بتاخد الرايت سب تشست، طب بتاخد مين؟ رايت برده برونكو ميدياستاينال لمفا ترانك. طب احفظ زي برونكو ميدياستاينال، برونكو ريليتد للبرونكاي، والبرونكاي دي لها علاقه بالريسبيراتوري، والريسبيراتوري سيستم ده موجود فين؟ موجود في التشست، اللنج موجوده في التشست، فده شيء منطقي برده، بس رايت سايد مش كل التشست كلها، لا مش كل اللنج كلها، لا رايت بس. والميدياستاينال، الميدياستاينال اللي هو المنتصف يعني بنسميه المنتصف او المنصف ده المكان اللي موجود فيه الهارت، وطبعا احنا عارفين الهارت يعني ايه، الهارت الجزء منه موجود في الشيست، ف الجزء بقى اليمين منه بيدرين طبعا في الرايت برونكو ميدياستاينال لينفاترانك. يبقى انا دلوقتي ثلاثه ترانكس بيدرينوا فين؟ في الرايت لينفاتيك دكت، حاجه هتجيب لي من الهيد والنيك اللي هو رايت جاجولار لينفاترانك، حاجه هتجيب لي من الابر لينف رايت سب كليفين لينفاترانك، وحاجه هتجيب لي من الشيست اللي هو رايت برونكو ميدياستاينال لينفاترانك. نطلع بقى في الثوراسيك دكت. الثوراسيك دكت يعني ايه؟ دي لذيذه شويه وبس يعني معلوماتها كتيره حبيبتي. الثوراسيك دكت هي بتكون شبه الفين بالظبط، دي اكتر حاجه او اكتر فيسل في الـ في الـ في الـ في الليمفاتيك فيسلز كلها اللي شبه الايه الفينز، which conveys يعني هي بتنقل most of the lymph fluid للفينس بلاد ستريم. ليه؟ لان هي بتروح يعني هي احنا قلنا بتاخد بقيه الجسم، يعني الرايت ليمف ترانك بتاخد بس الجزء الابر رايت كوادرنت، لكن الباقي الجسم كله بيروحوا فين؟ عن طريق الليتراتيك دكت. فطبيعي هي بتدرين most of الايه في الفينس الليمف فلويد في الفينس بلاد ستريم. بتبقى طولها ايه؟ بتبقى حوالي من 38 ل 45 سم، يعني ممكن اقول حوالي 40 سم، بيكون طولها حوالي 40 سم في اللونج، يعني ده في الادلت. في الادلت اكستندد فروم ذا ليفل من الثوراكو لامبر ديسك، من اول الثوراكو لامبر ديسك. يعني ايه الثوراكو لامبر ديسك؟ يعني من اول يعني من 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 اول الفاصل ما بين الثوراسيك فيرتيبري واللامبر فيرتيبري. يعني يعني ايه؟ يعني الديسك اللي الديسك اللي ما بين ايه؟ الديسك اللي ما بين الاخر ثوراستيك فيرتبري واول لامبر فيرتبري، عشان كده سميتهم الثوراكو لامبر. وعلى فكره اصلا الثوراكو ريليتد للثوراكس، صح ولا مش صح؟ صح. واللامبر ريليتد للابدومين، فانا عندي المكان يعني الفاصل ما بين الاثنين دول بيبقى موجود فيه حاجه اسمها الدايفرام. الدايفرام ده اللي هو الحجاب الحاجز، والحجاب الحاجز ده الطبيعي اللي بيفصل لي ما بين الثوراكس والابدومين. فانا عشان اسميها ثوراستيك دكت يبقى اكيد اسمها ايه؟ يعني دكت دي يعني هي انبوبه الايه؟ الصدريه. فده معناه ان هي موجوده في الصدر، يبقى اكيد بدايتها فين؟ بدايتها عند دخول الثوراكس، يعني هتدخل من الايه الحجاب الحاجز. فطبيعي بدايتها تكون موجوده فين؟ اكيد بدايتها تكون موجوده عند الديسك ده اللي ما بين الثوراسكس والثوراسيك واللمبر اي فيرتبري. يعني فده شيء منطقي لانه هو هيفصل، لان هي هتبدا تدخل الثوراكس بقى من تحت، هي جايه من تحت طبعا ما رايحه فوق، فهي بتبدا بدايتها من عند الليفل بتاع الثوراكو لامبر ديسك عند البيز اوف ذا، وبعدين توصل لحد البيز اوف ذا نيك. عرفنا برضو ان مكان وجود الرايت ثوراسيك دكت فين؟ الرايت ثوراسيك قصدي الرايت ليمفاتيك دكت موجوده عند الروت اوف ذا نيك، بس الرايت عند الرايت سايد ماشي الروت اوف ذا نيك، انما دي برضو عند الروت اوف ذا نيك في الليفت سايد. لكن الفكره ان دي نهايتها، انما بدايتها فين؟ بدايتها تحت عند الايه، عند مثلا دخولها من اول الدايفرام، يعني ما بين في الديسك اسمه الثوراسيك لامبر ديسك او الثوراكو لامبر ديسك. خلاص خلاص. It began from the upper end of A اللي سيسترنا كايلاي. يعني ايه سيسترنا كايلاي؟ سيسترنا من اسمها سيسترنا كايلاي، الكايلاي ده اللي هو الكايل اللي قلت لك اللي هو الايه اللي هو الليمف عادي جدا، وسيسترنيا يعني كيس، سيسترنا ده يعني عباره عن ساك كده، فده من اسمها هتكون عباره عن دايلاتيشن كده في الليمفاتيك فيسلز بحيث ان هي تجمع لي جواها الليمف. فبعد يعني المفروض دي بدايه الليمف، الليمف دكت يعني بعد كده اول الثوراسيك دكت اقصد، يعني بعد كده الدكت اللي هتتكون لي بعد السيسترنا كايلاي، سيسترنا كايلاي دي الدكت اللي هتتكون لي بعد كده بسميها الثوراسيك دكت، وبعد كده اصلا هي هتدخل عن طريق الدايفرام فتبقى اسمها ثوراسيك دكت بقى بجد. ماشي. طب ندخل بقى ناخد بقى الكورس بتاع الريليشن، الكورس والريليشنز بتاعته. اول حاجه ان هي شوف قلت لكم ايه، قلت لكم ان هي يعني مكان بدايه الثوراسيك دكت عن طريق انها تيميرج او ترانز او
ترافيرز الايه الدايفرام، يبقى هنا تدخل عن طريق الدايفرام لانها تدخل من الابدومن للايه للثوراكس، فسميها ثوراستيك دكت. طيب دايفرام عند الاورتك ابريتشر، يعني ايه يعني ايه الاورتك ابريتشر دي؟ طبعا احنا عارفين ان الدايفرام عباره عن مصل، فطبيعي في ستراكشر جايه من فوق نازله لتحت، يعني في ستراكشر جايه من فوق من الثوركس نازله للابدومين، وفي ستراكشر برضو طالعه من الابدومين رايحه للثوركس. طب ازاي انا هقدر اعديها وفي مصل يعني عامله لي زي حاجز كده او قافله لي ما بين الثوركس بتاع؟ اكيد هيبقى في مثلا ايه مكان تعدي منه، فالمكان ده بسميه ابريتشر. فانا عندي مثلا حاجه زي الاسوفجس بيعدي طبعا من لي ابريتشر معين، وكمان الايه الاورطه اللي هو الايه الشريان الاورطة ده برضو بينزل من اول من الثوركس بس داخل الابدومن، فبيكون لي ابريتشر او بيكون لي فتحه برضو لي. فالثوراسيك داكت بيدخل عن طريق الابريتشر دي، بيدخل مع الاورتك عن طريق الاورتك ابريتشر مع الاورطة، الاورطة نازل وهو طالع، اتسنس بيطلع بقى ايه قدام الثوراسيك فيرتبري، وده عشان منطقي لان هو بيبقى ورا، واحنا لسه قايلين اصلا من شويه ان هو بيبدا من عند الايه الديسك ما بين الثراكولامبر، فبالتالي هيفضل ايه ماشي قدام الثراسيك فيرتبري. طب ده برضو معناه ايه؟ معناه ان هو دلوقتي هو في الميديال لاين، طالما هو ماشي في الثراسيك فيرتبري فهو معناه في الميديال لاين، لكن هو الصراحه مكانه مش في الميديال لاين، هو مكانه ليفت شويه، ما احنا قلنا دي رايت فاكيد دي ليفت. طب هو ازاي؟ اكيد وهو في الكورس بتاعه هيجي له مكانه ايه هيحود منه. فبيقول لك اتس جرادولي بي انكلايند تو ذا ليفت، يعني هو جرادولي بيبدا يحول ناحيه الليفت شويه، وبعد كده بيدخل الروت اوف ذا نيك على الليفت سايد، ولسه قايل لك برده من شويه ان نهايته عند روت اوف ذا نيك، يبقى اكيد هيوصل من اول الثراكولامبر فيرتبري او الثراكولامبر ديسك لحد ما يوصل طبعا وتاني ماشي قدام الثوراسيك فيرتبري الثراسيك فيرتبري، وبعد كده يقوم جاي محول شويه ناحيه ليفت لحد ما يوصل للروت ايه اوف ذا نيك. بعد ما وصل للروت اوف ذا نيك على الليفت سايد بيأركس بقى، بيعمل زي ارك كده زي الاورطه علشان خاطر ايه في ليفت اوبوزيت عند السيفنت سيرفايكال فيرتبري، خلاص انا خلصت الثراسيك فيرتبري وانا قلت عند الـ عند الروت اوف ذا نيك خلاص، يبقى اكيد دخلت دلوقتي في السيرفكس في الـ في الـ في الـ في السيرفايكال فيرتبري، يعني دخلت دلوقتي في السيرفايكال فيرتبري يعني عند الايه النك، فطبيعي هتبقى عند اخر ايه فيرتبري في النك اللي هي السيفنت سيرفايكال فيرتبري، اللي احنا عارفين ان السيرفايكال فيرتبري هما سبعة، فعند نهايه او عند نهايه السيرفايكال فيرتبري اللي هي اخر سيرفايكال فيرتبري اللي هي السبعة بيعمل ايه زي ارك كده علشان خاطر بقى ايه يدكت او درين او يدستند وينتهي ما بين تو فيسلز برضو مهمين جدا زيهم زي اللي كانوا موجودين هناك في الرايت ليمفاتيك ترانك. دلوقتي هنكمل بعد كده بعد ما قلنا ان الثوراسيك داكت خلاص انتهت بقى عند ما بين التو فينز برضو او التو فينز المهمين جدا اللي برضو قلناهم في في الرايت، هيكون هي الليفت جاجولار فين اللي جاي من الهيد والنك، والليفت سبكليفين اللي جايب لي طبعا من الابر ليمب. هندخل بقى دلوقتي في التريبيوتريز بتاعه الثوراسيك داكت، يعني ايه يعني هو جايب لي منين، هو دلوقتي احنا قلنا هو يعني راح ينتهي فين، لكن ما قلناش هو جايب منين، يعني هو احنا دلوقتي قلنا في الـ في الـ في الـ في الرايت الليمفاتيك قلنا ان هو جايبه مثلا من الابر ليمب، جايبه من الابر ليمب، جايه من الرايت سايد بتاعت بتاع الهيد والنيك، وجبنا الرايت ابر ليمب وكمان الرايت ايه الرايت سايد بتاع الجست. انما التريبيوتس بتاع الثوراسيك ده بتبقى ايه، يعني هي جايبه لي منين؟ ما انا عارف ان هو يعني بقيه الجسم، بس يعني بقيه الجسم فين بالظبط بقى؟ اول حاجه اخدها هي الليمف الليفت جاجولار الليمف ترانك، وده شيء طبيعي لان احنا قلنا الرايت مع الرايت يبقى ده الليفت معاها، بس ده جاي لي منين؟ جاي لي من الهيد والنيك. طيب الليفت سب كليفيان جاي لي من الابر ليمب، والرايت اند ليفت ديستندنج ثوراسيك ليمف ترانكس. الرايت وليفت ديستندنج ثوراسيك ليمف ترانكس دي ترانكس مش داكتس، عشان ما تقوليش مثلا ده احنا بنتكلم في الثوراسيك داكت، لا احنا دلوقتي بنتكلم في الثوراسيك داكت. الثوراسيك داكت بيتكون قبلها بتو في حاجه اسمها ثوراسيك ايه الثوراسيك داكتس، يعني قبل الداكت بيكون في ترانكس ماشي، تو ثوراسيك ترانك، واحده رايت واحده ليفت، والاثنين ايه بيديستند يعني بينزلوا ماشي ديستندنج كده نازلين، فبيكونوا لي حاجه اسمها الثوراستيك ليمف ترانك، بيكونوا الليمفاتيك ليمف ترانكس. الثوراستيك ليمف ترانكس بقى الاثنين دول بيدخلوا او يعتبروا جزء من الثوراستيك اي دكت، يعني قبل ما يتكون الثوراستيك دكت او بيدرين الليمف بتاعهم في الليمف دكت. طب ده جايب لي منين؟ جايب لي من الثوركس صح؟ صح. والميدياستاينال احنا اسال مش كان اسمه برونكو ميدياستاينال، كان ليفت انما هنا كان رايت انما هنا ليفت، يبقى الميدياستاينال ليمف ترانك اللي هو الليفت برونكو ميدياستاينال ليمف ترانك، بس هنا ليفت انما هناك كان رايت، بياخد حاجه اسمها الميدياستاينال ليمف ترانك. طب ازاي؟ ده مختلف لان الميدياستاينال ليمف ترانك بقى ده اغلبه جاي اغلب الميدياستاينال كله، فده طبعا ايه يعني مثلا بيكون في حاجه اسمها الليفر والديفرام الهارت الاسوفيكس، كل الحاجات دي كلها بتروح تحط في الثوراستيك داكت، انما الثانيه كان واخد الرايت سايد بس،
انما ده واخد بقيته كله او الجزء كله فسميناه الميديستاينال لينف ترانكس. وبعد كده الليمف برونكو ميديستاينال لينف ترانك اللي جايب لي طبعا من اللنج وليفت سايد اوف ذا هارت، وده برضو قلناه اكيد طبعا برونكو جاي من الايه من اللنج والميديستاينال جاي من الهارت، فعشان كده لو هياخد اللنج والهارت بس فده بنسميه برونكو ميديستاينال، انما لو هياخد بقيته يعني مثلا هياخد من الدايفرام ليفر هارت اسوفجس الحاجات دي كلها هياخد طبعا من ايه الميديستاينال لينف ترانك. وبعد كده في التريبيوتريز اوف الايه السيسترنا كايلاي، ودي قلنا عرفنا يعني ايه سيسترنا كايلاي او ان شاء الله هنشرحها برضو، بس ايه اخدنا هنت بس عنها نعبر عن ساك كده مليان ايه مليان فلويد مليان قصدي لينف ايه لينف فلويد او لينف لينف يبقى المهم تاني يبقى التريبيوتريز تاني ايه اول حاجه بتاخد من الهيد والنك فيبقى اسمه ليفت ايه جاكولار لينف ترانك، تاني حاجه هتاخد من الابر لينف يبقى اسمه ليفت سب كليفين لينف ترانك، بعد كده هتاخد من الثوركس من الثوركس في 3 في الثوركس ثلاثة في الثوركس، واحدة هتاخد من اسمها يعني مثلا عندنا ثوراسيك دكت فهتاخد ثوراسيك ترانك هتبقى ليفت ليفت ورايت، لان هي طبعا ثوراسيك دكت هتاخد من ليفت ورايت فتاخد ليفت ورايت ثوراسيك ايه ترانكس بيكونوا ديستندنج. وكمان حاجة اسمها الميديا ساينال لينف ترانكس، وقلنا ان ليفت برونكو ميديا ساينال ما في عندنا رايت برونكو ميديا ساينال وليفت برونكو ميديا ساينال اللي في اللنج، فلو كانت رايت هتخش في الرايت ايه لينفاتيك دكت، انما لو في الليفت يبقى هتخش لفين في الثراسيك دكت، انما الميديا ساينال ده على طول في الثراسيك دكت ما فيش منها ليفت ولا رايت الميديا ساينال لينف ترانكس، لان ده اغلبه اغلب الميديا ساينال كله بيروح يحط فين في الثراسيك دكت. طب ده بياخد منين؟ من الليفر والدايفرام والهارت والاسوفجس، انما اللنج والهارت بس في منه ليفت ورايت، اللنج والهارت في منه ليفت ورايت. طب لنج برونكو وهارت ميديستاينال، فعشان كده سميته برونكو ميديستاينال لينف ترانك، عشان كده في منه ليفت ورايت فهاخد الليفت بس. التريبيوتريز اوف سيسترنا كايلاي بيلد. طيب طب نتكلم شويه عن السيسترنا كايلاي. السيسترنا كايلاي عباره عن ساك كده لايك تشامبر، عباره عن يعني اكنها اوضه كده، او هي عباره عن ساك يعني مليانه باللمف فلويد بتكون حوالي 5 او 7 سم في اللونج. احنا طبعا اللونج بتاع الثراسيك الثراسيك دكت قد ايه؟ كنا قايلين انها 40 يعني حوالي 40 او 45، لكن هنا بقى بيكون هي 5 سم او 7 سم بالكثير، بتكون حته صغيره اهي دي مكانها بالظبط، هي دي السيسترنكا دي السيسترنكا كايلاي. هي طبعا فين لايز؟ فين في الانترو لاترال، ادي انترو لاترال يعني هي قدام، لكن مع ذلك برضو في الفيرست اند سكند لامبر فيرتبري اوف فيرتبري باتيز. دي حته مهمه برضو نقدر نستنتجها وتبقى لوجيك قوي. ليه؟ احنا لسه قايلين من شويه ان بدايه الثوراسيك داكت بتبدا من عند الديسك ما بين الثوراك ولامبر، صح؟ ده صح، وكمان هي بتبتدي من بعد السيسترنا كايلاي، فده معناه ان السيسترنا كايلاي فين؟ عند اللمبر، يعني شيء طبيعي عند اول لمبر، فتبقى عند الايه؟ الفيرست لمبر والسكند لمبر ايه فيرتبري قدامهم بالظبط، بس انترو لاترال يعني هي بتبقى قدام لكن ناحيه ايه ناحيه يمين شويه. ماشي انترو لاترال مش انتيريور، لا انترو لاترال يعني بتكون ايه مميله شويه ناحيه اللاترال. طيب بس السيسترنا كايلاي دي بيقول لك ان هي بترسيف فروم ثلاثه مين لينف ترانكس، الليفت اند رايت لمبر ترانك، لمبر ترانك ما هي طبعا هي ناحيه لمبر فهتاخد من اللمبر. طب اللمبر ده بيدرينه ايه؟ البارا اورتيك لينف نود، البارا اورتيك لينف نود، ودي مهمه جدا البارا اورتيك لينف نود لانها بتاخد من الايه؟ من الجونادز والكيدني والبلفس واللور لمبس. بارا اورتيك يبقى بارا اورتيك يبقى قريبه من الاورطه، والقريبه من الاورطه هم الايه؟ الكيدني قريبه من الاورطه جدا، الجوناز قريبه من الاورطه تحت شويه بعد بتكون لي مثلا كول الكومون اليك وبعدين الانترنال اليك والاكسترنال اليك، دول كلهم بسموهم الايه؟ الاورطه. بيروحوا درين بعد كده في البارا اورتيك. وكمان الايه؟ في البلفيس برضو واللور ايه؟ واللور لمس، كل الحاجات دي بتروح تحط في البارا اورتيك. انما البري اورتيك بقى ده من الانتستاينال، لان الانتستاين تحسها بعيده شويه، الانتستاينال لينف ترانك بتبقى بعيده شويه فبتحط في البري اورتيك نودز، وده بالدرين طبعا الاستومك والانتستين البنكرياس السبلين والجريت بارت من الليفر، لان قايلين ان الليفر برده في جزء منه بياخد فين؟ في الميدياستاينال قلناها فوق، الميدياستاينال تحط في الثوراسيك فيرتبري، لكن المين بارت او الجريتر بارت بتاع الليفر لانه يعتبر تحت فبياخد فين؟ في الانتستاينال لينف ترانك. اخر حاجه خالص بقى هي الثوراسيك داكت، والثوراسيك داكت طبعا دي ليفز ذا سوبيريور اند اوف السيستم كايلاي. ماشي يبقى دلوقتي ايه؟ ثلاثه مين داكتس، ثلاثه مين داكتس او ترانكس مهمين قوي 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 قوي. يبقى تريسيفز بتريسيف لينف فروم ثلاثه مين لينف ترانكس، في عندنا الليفت والرايت لامبر ترانكس، يعني عندنا دلوقتي اثنين ترانك، يعني في واحد بس انتستاينال واثنين ليفت ورايت لامبر. الليفت والرايت لامبر دول ما هو اللامبر فيرتبري قريبه مثلا، ده سكيم مثلا، اللامبر فيرتبري بتكون قريبه من الاورطه فبالتالي هسميها بارا اورطه عشان بتوازي، عشان كده اي حاجه لها علاقه باللامبر هسميها يعني مثلا جاء لك مثلا ايه الرايت لامبر ترانكس دي بارا اورتك ولا بري اورتك؟ اكيد بارا اورتك عشان بتكون قريبه من الايه؟ من الاورطه. طب ده بيدرين ايه؟ الجونادز والكيدني والبلفس واللور لمبس. ليه؟ لان الانتستين بتكون بعيده، يعني بعيده بتبقى قدام يعني اقصد الليمف نودز بتكون عليها، عشان كده بسميها بري اورتك يعني قبل الاورطه. ماشي بري اورتيك نود. طب ده بيدرين ايه؟ اي حاجه لها علاقه بقى بالابدومن يعني عموما، الانتستين يعني عندك الانتستين، الاستومك،
البنكرياس، السبلين، الجريتر برضو بتاع الليفر، لان قلنا جزء من الليفر برضو بيروح يدرين في الايه الانتستينال. فدي برضو خلاص عرفنا الثلاثه ترانكس دول اللي هو ليفت ورايت لامبر ترانكس والانتستينال ليمف ترانك. كمان بقى في ثلاثه ان هي بعد كده السلسله النقاي بتقوم جايه موديه الليمف بتاعها في الثلاثه دكت اللي هي ليفز ذا سوبيريور اند بتاع السلسله النقاي، يعني من فوق هي ليف السوبيريور اند بتاع السلسله النقاي اهي. دي بدايه الايه ثلاثه دكت اول ما تدخل الاورتك ايه ابريتشر. هنا تحت برضو اهو نفس الكلام، دي كلها بار اورتك، دي كلها بار اورتك، انما البري اورتك بتلاقيها قدام كده، بتلاقيها دي قدام. اوكي خلاص كده، يبقى احنا دلوقتي خلاص ايه الاستراكشر اوف الليمف سيستم، خدنا الايه الليمف اورجنز وخدنا كمان النيتورك بتاع الليمفاتيك فيسلز. هبدا بقى نتكلم شويه على الايه، هنتكلم شويه على السيركيوليتنج ليمف بقى. السيركيوليتنج ليمف والسيركيوليتنج ليمف دي قلنا ايه؟ قلنا يعني دلوقتي عايزين نتكلم على الليمف نفسه بقى. احنا عمالين كل شويه نقول ليمف 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 ليمف، طب عايزين نفهم بقى ايه هو الليمف. فهو الليمف ده هو عباره عن كلير كلرلس فلويد، يعني هو عباره عن فلويد زي الميه بالظبط كده. طب الليمف ده بيجي لي منين؟ احنا قلنا ان المفروض ان الارتري المفروض بيجيب ايه نيوترينت، وبيجيب اكسجين، وبيجيب حاجات طبعا للسيلز عشان خاطر تستخدمها. فمجرد ما الارتري بتوصله للسيلز والسيلز تستخدمها وتطلع منها بقى الويست برودكتس والدبريز بتاعتها وكل الحاجات دي كلها، بتبدا تودي الحاجه دي للفينز. لكن الفينز هي مش بتاخد كل حاجه، بتسيب برده شويه، الشويه اللي متبقيين دول هم دول اللي بسميهم الليمف. لكن الليمف ما بقدرش اسميه ليمف الا لما يدخل الايه الليمفاتيك كابيلاريز، امال بسميه ايه انترستيشال فلويد. يبقى هو عباره عن انترستيشال فلويد، لكن وقت ما بيدخل الليمفاتيك كابيلاريز ليمف على طول. يبقى الليمف هو عباره عن تيرم بستخدمه عشان ادسكرايب الانترستيشال فلويد، لكن وانس ما بيدخل ايه الليمف الليمفاتيك كابيلاريز. بيدخل ازاي؟ المفروض ان البلاد سيركيوليت، البلاد سيركيوليت ثرو ذا بودي، البلاد بلازما بيليكس انتو تيشو عن طريق الايه الثين وول بتاع الكابيلاري، صح؟ صح، لان المفروض البلازما بتبدا تروح مثلا ايه الانترستيشال فلويد، تدخل عن طريق الانترستيشال فلويد. اما النيوترون انت هتعدي من الكابيلاريز للانترستيشال فلويد ازاي؟ عن طريق ايه فتحات كده في موجوده فين؟ في الثين بلاد كابيلاريز او الثين وول بتاع الايه بتاع الكابيلاريز. بعد كده البورشن اوف البلاد بلازما اللي بيسكيب بسميه ايه انترستيشال فلويد. بعد كده البادي سيلز هاف مثلا ايه خلاص وصلت اخذت النيوترون بتاعتها وخلاص بقى عملت مثلا ازاله للبواقي بتاعتها والحاجات دي كلها، فالفلويد اللي بيتبقى ده كله بيدخل في الفينا سيركيوليتي، ماشي، بيدخل في الفينوس اي سيركيوليشن عن طريق التايني بلاد فيسلز، بعد كده اللي بسميها فانيولز الفينيولز، وبعد كده ايه بتكون لي بالفينوس بلاد، وبعد كده تروح للهارت وتكمل السيركيوليشنز بتاعها تاني. لكن البواقي بقى او الجزء المتبقي من الانترستيشن فلويد بسميه ايه؟ بسميه ليمف، ماشي، بسميه ليمف خلاص كده، بسميه ليمف بمجرد ما يدخل ايه الليمفاتيك كابيلاريز. الليمف فلوز ان فلوز ان اونلي وان دايركشن، ودي اخذناها طبعا لما قلنا ان الليمفاتيك فيسلز بتكون ليها فالف وبتكون شبه الفينز، فالفالف دي بتكون وان سايد وان دايركشن، بتكون ناحيه ايه؟ ناحيه النك. ليه؟ احنا قلنا المفروض ان عندنا عندي تو داكتس، الاثنين دول بيودوا لي الليمف من كل اجزاء الجسم، الاثنين بيودوا لي الليمف من كل اجزاء الجسم يوصلوا لي لحد البلد ستريم، الاثنين بينتهوا عند النك. فطبيعي الليمف فلوز هيروح منين لفين؟ هيروح من كل اجزاء الجسم اونلي وان دايركشن، يعني في اتجاه واحد ناحيه النك، اند ذا فلويد بيري انتر ذا سيركيوليتنج سيستم، بعد كده بيدخل البلد ستريم تاني. طيب بعد كده بقى ايه along the course of the lymph vessels there is feeling في نود، ده طبعا يعني قلناها طبعا في الفيديو ابييرنس بتاعها حتى اهو، يعني مثلا ده شكل الكابيلاريز اهو، شكل الليمفاتيك كابيلاريز، بعد كده الليمفاتيك فيسلز لحد ما توصل للليمف نود. لازم تعدي على الليمف نود، ما هي اصلا حتى شكل الليمف نود، شكل الاستراكشر بتاع الليمف نود ايه؟ عباره عن الليمفاتيك كابيلاريز، عباره قصدي عن الليمفاتيك فيسلز داخله لها كتير، وطالع منها ليمف فيسل واحد بس اللي هو ايه الافرنت، يعني داخل لها افرنت كتيره وطالع منها افرنت واحد. فطبيعي بيكون ايه؟ بيكون ان الونج الكورس بتاع الليمف فيسلز بيكون في ايه ليمف نودز. طب الليمف نودز دي وظيفتها ايه؟ انها تريموف البكتيريا والفورين ماتيريالز، اي حاجه باثوجنز، اي حاجه طبعا. ده ليه؟ عشان خاطر تبريفنت انترنس انتو ايه البادي ستريم. يعني طبعا لو دخل البادي ستريم تعملي انفكشن، وتعملي بقى سبريد للانفكشن بقى، وتروح كذا اورجن، وتعملي مشاكل كتيره جدا. اما عارفين جهاز المناعه بتاعي، فاكيد هو الليمفاتيك، هو الليمف ده هو المفروض بيحميني من ان الحاجات دي توصل طبعا للايه للبادي ستريم، فبتموت لي البكتيريا قبل ما هي توصل للبادي ستريم. بس كده نكون خلصت المحاضره، يا تكون يعني حاولت اسهل عليكم.